بحلقة المطبخ العالمي لهذا الأسبوع حنزور جزيرة مشهورة بطبيعتها الساحرة وروح النكتة اللي بيتمتع فيها أهلها. عم نحكي عن إيرلندا. خلينا نشوف الشيف شو محضرنا أطيب الأطباق من المطبخ الإيرلندي. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. مشوارنا طويل اليوم. كيف طويل يعني؟ رايحين على بعيد إيرلندا. إيه. بعيد. مشوارنا بعيد. إنه مش بعيد بس إنه اليوم هالأيام بالطيران كله قريب صار. اليوم حنعمل أكل إيرلندي. أوكي. اللي هو من الأكل الشمال أوروبي. ما ننسى إن إيرلندا هي جزيرة. في بحر من جميع النواحي. الأكل طبعاً بيرتكز أكيد كتير على الأشياء الموجودة بقلب الجزيرة من زراعة ولا لحوم ولا حيوانات أو غيرها. حتى في أشياء لحوم معينة من نوع غزلان أما نوع طيور موجودة بس بإيرلندا فهن بيتميزوا فيها. أوكي. اليوم حنعمل ثلاث شغلات اللي هن من التراث من يعني من مثل أطباق وطنية. حنعمل شوكليت كيك. حنعمل خبز اسمه ايريش سودا بريد لما الخبز الايرلندي بالسودا. مزبوط. كمان هذا بينعمل كثير حتى بينعمل كل يوم طازه الصباح لانه سهل. وحنعمل الايريش بيفستو لامستو سوري لام. فحنعمل ايريش كمان. ما ننسى انه هنا كمان عندهم نوع من البقر كثير مهم بالعالم. اللحوم اللي عندهم كثير غنيه بالطعمه وكثير طيبه. اوكي. حنبلش اول شيء بالكيك لانه حياخذ وقت اكثر شيء. يلا حناخذ اول شيء كاسرول ندوب الشوكولا. لا ما في شوكولا، في كاكاو. الشوكولا الابيض. الكاكاو الشوكولا الابيض هو حيكون الفروستنج على الوج. اوكي. حناخذ اول شيء زبده. هي ايرلندا وحسب ما قريت انه مرقت بكثير حروب. ايه. حروب مدمره. حلو. هن حسب كمان ما قريت انه الشعب الايرلندي لليوم بحسوا انه دم المحاربين السلتاك موجود بعروقهم، وحتى عندهم كثير قصص واشياء يعني خرافيه وهيك عن محاربين السلتاك، ولليوم بعدهم انه عندهم معتقدات خاصه. لا هن السلتاك مضبوطين. ايه مضبوطين بس بيأمنوا فيها. ايه انه بتعملوا روايه شيء صار. ايه. بجعه وبعرف شو. ايه. بعدهم لهلا يعني بيأمنوا فيها. هلا حنبلش نخلط العجينه. يعني حناخذ الطحين مع البيض مع حنجيب الدجاج. حناخذ طحين. فهي كمان هذا الكيك كثير سهل بس بده وقت بالفرن. ليه بده مش اكثر؟ لانه شو اسمه شو بيقولوا بيجي شوي طري فما نحطه بالفرن لينطبخ بس لينشف من لينشف من المي تبعه. اوكي. حنحط معه سكر. ليه طيب انه بنحط فيه سوائل اكثر لينضل طري؟ سوائل. هلا حنشوف كيف حيكون شكله. حيكون شكله شوي طري. اوكي. اوكي فبيكون بياخذ وقت اكثر. عندنا بيكنج سودا. حنحط اللي هو حيكون الايجنت اللي بخليه ينفخ للجاتو. اوكي. ايه وحنحط فانيلا. على طول نستعمل اشياء ثانيه لينفخ الجاتو مثل البيض. مظبوط. هلا هي في الخميره اللي اكثر شيء بتستعمل بس للخبز. وبالكيكات نستعمل بيكنج صودا والبيكنج باودر اللي هن سنتاتيك ليفنر بسموهم. اما الاشياء اللي بتخلي الجاتو ينفخ سنتاتيكلي مش يعني خميره صناعيه مش خميره طبيعيه. اوكي.